المهم من بعد ما درت الرقيه الشرعيه راه غبرت واحد تقريبا شي 3 سيمانات بحال هكاك. الحاله المعيشيه كيف ما كتشوف عايش انا ديما الحمد لله كنحمد الله ونشكره فهمتيني هادشي اللي عطى الله وكنتمنى من فهمتيني من المستقبل ندير انا السكنه ديالي ونترقى شويه ان شاء الله. نعاود نطرح عليكم السؤال، شحال انت كتعيش هنا؟ هاد حياتي كامله انا تزيديت هنا، ولكن باش هاد البيت هذا اللي بنيتو تقريبا شي 5 سنين ولا 4 سنين باش بنيته. 5 سنين وانت عايش في هذا؟ هاد البلاصه هادي كانت حمام فهمتيني طواليت كانت. كان طواليت هنا قرقارة، هي كاينه قرقارة هنا سديتها بالسيمون وكذا صافي وبنيت هاد الحيط هذا. كان هذا مو هذا راه كاينه كوزينه فهمتيني فيها شي متر حتى هي على شي متر بحال هكا على 3 متر وزدت هذا هاد السور هذا بنيته بنا ديال الوالد. وهاد المسافة اللي كنشوفو قادة كأي؟ اه جا قاد المهم راه قاد المهم راه دايز كيف ما كيقول قادي الغار الحمد لله شي ربي هادشي اللي عطا ما دير عفوا هاد الماكينة هادي تا هي ما عندناش فين نحطوها اصلا ضروري قلت له الوالدة طلع فوق الصابون الماء وكذا كعارف لا ما تبقى هنايا لا لا كتبقى هنايا تصبن هنايا بعد مرات كتكون خدامة حتى كنسالي حتى كتسالي عاد كندخل الناس جي في الصباح كدا المهم كيفاش كدير الصهد والبرد ايوا راك عارف ماشي انا الاول ولا الاخر الناس راه عايشة بحالة ولا الحمد لله انت كيف ما كتشوف ورق الصدير هذا كامل في الصيف راك بحال الفران راه حليت هاد الترجمة راه حالو انت كتشوف فيه وفي الشارع كندير كنرجع الميكا وكنسد عليا الشارع كتنقط شويه بعدا ولكن كنخسروا واحد 3000 ريال ديال الميكا كنفرشوا الميكا هنا و تيحل الله كتحرك شويه كت في الخدمه اه خدام مع الوالد كندير تريسيان مره عاد ثاني كان الى عيات القضيه كنمشي ندبر هادشي كروسه مع السيد انا خدام داكشي كيبيع داكشي ديال الخضره كناخد من عنده كروسه كنمشي ردام كدا المسائل فهمتيني كنجمع ردام كدا المسائل دوك الناس اللي كيحطوا الماء الردم كدا كن يعني كما تنقولوا بالدارجه خصك تجيب نهار اه خصني نجيب نهار ضروري اه الحمد لله ما كاين لا بالي لا والو فهمتيني اه كنتقهوى كدا نريح الخاطري لونطريمون نهبط للبحر فهمتيني هادي هي الحياه الغابة لا الحمد لله عمر شي بلية ما دخلت لي الجسم ديالي كنحاول الخدمة كتجيب ديك 70 درهم 80 درهم دوز لك يومين تمشي 3 ايام عاوتاني صبار واحد السيمانة دبر على راسك عاوتاني تمشي مع الوالد تحرك الخدمة تمشيني الوالد ما خدام لا في الشركة لا والو هاد الديور يعني داكشي اللي كتجيبو في النهار ما يمكنش انه يخليك تصلاح ولا تبني لا لا ما يمكنش انت كتجيب 70 درهم خاصك فلوس تمشي مع الماء تاكل فلوس قهوة تمشي راك عارف شري سبرديلات شري سروال شري كيط ما فهمتيني ما دوش ليكم ماشي يوميا فهمتيني بريكول كيطيح حاجة المرات 3 في السيمانة هادشي اللي كيما هاي القناة ديالي راه هي هادي الناس اللي دخلت الكومونتير وكيقلبوا على الناس فين هي فين هي القناة ديالو هي هادا بالضبط كاين اللي كيكتبها بالعربية ما غاتعطيش هاي خاصك تكتبها بالفرنسا بي ان اسباس ان اس ان اس وغادي يطلع لك ان شاء الله غادي ندير شي مغامرة شي حاجة ناضية ان شاء الله غادي ندخل فيها في اليوتيوب ان شاء الله يعني نقدروا نقولوا درتيها باش تعاون شويه راه غنعاون شويه ونحسن الامكانيات ديالي وفي الفرجه غتكون شي فرجه زوينه ماشي غتكون قناه عاديه غادي نبقى نقطع كيلومترات غادي نبقى ندير شي فلوغات ديال المغامرات ديال بصح اللي ما يقدرش عليهم البشر هذه الكوزينه هنا فيها شي 3 متر ولا 2 متر العرض 2 متر هي اللي مغطيه بهذا الباب اي هذه هي الكوزينه وهذا بيت ديال الخوادريه جوج خوادريات الخوادري صغير وهذا بيت ديال الوالده والوالد هنا انت فين كتقري اه هنايا كنترين هادو هما المعدات ديال لاصال ديالي هاي ضروري الصباح والليل الصباح والعشيه ضروري خصني نترين مصابه غير بالسيما والرمله والكابل ها هو فيما كنبغي نهبط للبحر البوكسينغ هاهي هادي ضروري الا ما حركتش فيها ضروري ملي كنكون مع ملي كنكون مع الصاب ولا شي حاجة كنطلع نتفرج فيها اه ضروري شغيل في اليوتيوب هادي وهادي جليدة هادي ضروري جبتي هادي كتسخن بيها هادي ديال الموتور شامبرير كيفاش عند السيكليست تقول لي عطيني شامبرير كيعطيها لك
يعني معدات رياضيه بدايه ما تخافش هذو المعدات الرياضه ديالي هادي الحاله كيما قلت لي البليه ما كاينش لا الحمد لله ما عمري ما درت صمك الاخر عمري ما درتش الحمد لله الناس شاهدين عليا في هادشي اللي كاين الحمد لله والله الا فرحان واخا هكاك فرحان ماشي هاد الجليده هادي فما كنكون غادي نهبط البحر نضرب 15 كيلومتر 20 كيلومتر كنبدا نسخن بها فهمتيني كنبدا نجرب حام هكا نجرب هكا فهمتيني على حسب الكلاكاج ديال اليد على حسب وان شاء الله قريب غنضرب 15 كيلومتر 20 كيلومتر كنضربها ديما وبغيت ندير فيديو وخفت عاوتاني نلقى نس انتقاد فهمتيني يبقى يقول لا طلعتي من البحر قطعتي على رجلك عاد تلاحيتي وكذا فهمتيني بغيت ندير داكشي قدام الملأ ان شاء الله معاكم نتوما فهمتيني وتكريو واحد الفلوكه مع واحد الدري صاحبي نديرو لي ليسانس ونديرو لايف نيت ما يتقطعش لايف باش بنادم نحيدو داك الوسواس ديال الانسان يقول لك لا حكا راه طلع معاكم ووصلتو شويه فهمتيني غنقطع ان شاء الله من الرباط حتى الكازينو ان شاء الله غادي نقطعهم انا غنضرب فاشي ان شاء الله شي 4 السوايع ولا 3 السوايع وهذه كنتسخن بها نيت كيف ما قلت لكم وهذه عاوتاني هيا هذه فيما كنكون معصب ولا شي حاجه ضروري خصني نطلع لهنا كنفرغ فيها ايه الملاكمه ونضرب هكا ماشي ضروري هادشي غير شويه عطينا شويه وهذه عاوتاني ها هما الجوج هادو ضروري هادو فيهم تقريبا شي 12 كيلو كل وحده فيها 12 كيلو كتطلع بحال هكا كتريني بها كتسخن بها كتطلع هكا تعطي فيها الفخاد الصدر فهمتيني فيهم بزاف ديال لونطريمون وهادشي اللي كاين ثلاثة السيريات اللي عندي كندخلو لاصال وكنعاودو نخرجو ندخلو ونعاودو نخرجو على حساب المادة وصافي نضرب شهر شهرين وتعاود تخرج تعاود تجي لهنايا والغابة عاوتاني والبحر عطا الله ماهي وكنرتاح في الغابه والبحر وهاد لونطريمون ديال الصح السطح حسن ليا من لاصال ها هي عاوتاني هاد الجليده هادي اش ليا فاس هادي كدي صابتها غير راسها هادي شتا في السيت كدي شي 900 درهم هادي مشيت عند الحداد غنصاب الراس ندير لها بحال هكا بحال هكا صافي كطلع فاش خدم بهاد كان الحلم ديالي هو نكون بطل اكمل اجسام ملي شتراسي عندي هاد الطاقة ديال العومان وكدا قلت لهم نمشي في الطاقة ديال العومان فهمتي ما تعرف نوصل ولا شي حاجة مكرهناش ندخلو في الأولمبي بقا نضربو داكشي ديال الأولمبي 15 كيلومتر 20 كيلومتر في أوروبا فهمتيني نهز راية المغرب حتى أنا ونفرش البلاد ولكن ما من هنا قدام يكون الخير إن شاء الله هادشي اللي نتمناو هذا البيت ديال جدي هاهو هنا فين كان ساكن هو هذا نهار مات في 2015 هو خاوي ما ساكن فيه حتى شي واحد هادي كانت كوزينه ديالو هنا في كانوا كيجيو عندو الدراري الصغار كانوا كيداواو ماشي كيداواو كيبقى يشرب الماء سخون ديال صافي وكي بحال كانوا كيكذبوا عيالات رجال كبار اي يعني شتك اللي كان في المس هذا ولا في انا 15 عام باش مات داز 3 سنين صافي هو طرا لي نفس البلان الكلمه الاخيره اللي غنقول الناس اللي كيهضروا اللي هضروا فيا خايب انا مسامحهم دنيا واخره فهمتيني كله حر في شخصيته كله عادي انا جدا داكشي واخا واحد الوقيته مرت بيه وديك الغبره اللي غبرت على اساس على داكشي نيت فهمتيني ضرني في خاطري والكلمه الاخيره شنقول الله يدير شي تويت الخير ماشي عليا المسلمين كاملين